بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة سابع حلقة من حلقات كورس الريفت الإنشائي. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الديب فاونديشن، النهاردة بس هناخد كده أداة سريعة جوه برنامج الريفت نقدر بيها نرسم المحاور والمناسيب بطريقة سريعة. فأول ما نفتح برنامج الريفت هنفتح التمبلت استراكشر اناليسيس ديفولت متريك. طبعا بتظهر لنا ليفل ديفولت، ليفل 1 على منسوب 0 وليفل 2 على منسوب 3، ومفيش محاور لا افقيه ولا راسيه. تمام. فاول خطوه ان احنا هنظبط اليونت، مانج بروجكت يونت، اخلي اللينس بالمتر 2 ديسيمال بليسز. تمام اوكي. وبعد كده هاجي من قائمه اكستنشن موديلنج، هلاقي فيه جريد جنريتور، ادوس عليها لان هنا نقدر اعمل المناسيب والمحاور بخطوة واحدة. فاجي عند ليفلز، ادخل بقى الليفلز، خليني اسمي اول ليفل بي سي وتاني ليفل الار سي، وبعد كده جراوند. كل لما بقف عند واحدة بيفتح لي اللي تحتها تلقائي يعني. بعد كده في فيرست ليفل، بعد كده سكند، بعد كده ثيرد، فورث، وابدا ادخل المناسيب بسرعه. ناقص مترين مثلا 20، دي ناقص مترين، ودي صفر مثلا، ودي 3. ممكن ادوس انتر ينقلني على اللي بعدها على طول، 6 9 12. خلاص كفايه كده بالنسبه مثلا المناسيب. اجي عند الجريد بيقول لي الهوريزونتال اكسس والفيرتيكال اكسس، خليني هنا ادخل بيقول لي عايز الاكسس سبيسنج، خليني اقول ان اول سبيسنج لتكن 4 متر. طب بيقول لي عدد السبيسنج، يعني مثلا دخلت السبيسنج في الاتجاه الافقي دي 4 متر، هو عايز يقول لي يسالني بقى هو في كام السبيسنج 4 متر دي عشان لو متكرره يعني. فخليني اقول له لا دي هي واحده، وبعد كده مثلا هدخل 6 متر واقول له دي مرتين مثلا، وبعد كده 5 متر مرتين، وبعد كده مثلا 4 متر مرة واحدة. واخليه النمبرنج الهوريزونتال مثلا تبقى اي بي سي، واجي عند الفيرتيكال اكسس مثلا هدخل نفس القيم 4 6 5 4، واقول له هنا 1 2 2 1، واقول له النمبرنج هنا 1 2 3. مجرد ما ادوس اوكي بقى هيعمل جريدز والليفل جنريت. هي هو عملها لي 1 2 3 4 5 6 7، اللي هو كان منسوب 4، وبعد كده 2 6، وبعد كده 2 5، وبعد كده 4 بالنسبة للمحاور الرأسية والمحاور الأفقية A B C D E F G. نفس الكلام برضو بنفس الأبعاد. طيب أنا محتاج بس إن أنا أختار بس المحاور دي وأطلعها من هنا بره شوية، ونفس الكلام دي هنزلها تحت شوية، ومن هنا هرفعها بس فوق شوية، ومن هنا. تمام. طيب محتاج مثلا ان انا عايزه يعمل لي الرموز دي في الاول وفي الاخر، اقول له هحدد على الاند 1 والاند 2، هلاقيه كله بقى في الناحيتين في الرمز بتاع المحور. اجي بقى في النورث اتاكد ان كل المحاور بتمر بالمناسيب الرأسية والافقية. في النورس هنا هلاقي لا ان انا محتاج ان انا امد المناسيب كده شويه، فهختار بس منسوب وامده من هنا لحد بره، واختار منسوب من ده ودول وامده لبره، بس اتاكد بالسناب ان هو واقف هنا عند نفس النقطه. طيب هحتاج ان انا امده بس من هنا شويه، اعمل زوم واشده. طب هرفع ده كده لفوق شوية من العلامة دي عشان ما يدخلوش في بعض. نفس الكلام هنا. طيب انا عايزه يكتب لي اسم المناسيب دي في الاول وفي الاخر زي المحاور. نفس الكلام ايد الطيب، واختار الاند 1 والاند 2. اوكي. طيب محتاج مثلا هنزل المناسيب المحاور دي الرئاسية دي لتحت شوية. ده كده بالنسبة للنورث. الايست محتاج برضو ان انا اظبط شوية حاجات، خليني هختار المحور ده كده واشدهم لبره.
خليني اختار المحور ده كده واشده. ونفس الكلام هشد من الناحية دي، مثلا هشدهم من الناحية دي كده. تمام، انا اتأكدت ان في النورث والايست المحاور كلها بتمر بالمناسيب. تمام، اجي بقى اقف مثلا بي سي ليفل. تمام، انا كده لقيت نفسي ان انا رسمت المحاور بطريقة اسرع من ان انا كنت اقعد ارسم محور محور، وكذلك المناسيب برضو. يا رب تكونوا استفدتوا. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن نمذجة الاعمدة على برنامج الريفت. ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.